أنا نونا، رجعت لكم فيديو جديد من لعبة PKXD. هذا الفيديو فيديو عن أخبار التحديث الجديد، تسريبات عن التحديث الجديد، وصور جديدة، وأشياء جديدة، وكل شيء جديد، وموعد راح أقول لكم كل شيء كل شيء، حتى اسم التحديث. فأريدكم تشاهدوني للأخير، وراح أنتظر لايكاتكم واشتراكاتكم. يلا قبل ما نبدأ شنو، خل أذكركم بعد، خلوا لايك، اشتركوا في القناة إذا أنتم ما مشتركين، ويلا خلونا نبدأ. أصدقائي طبعا هسه أنا أريد أرويكم إنه أنا فتحت هواي أشياء، يعني مثل هاي الجفوف، هاي الملابس، هاي اللي أريد أفتحهن، وهذه البلوزة، وهذه أريد أفتح هسه الحذاء، وإذا قدرت أفتح هذه بس خلف الكواليس أكيد لأن صعبة شوية. وشوفوا طبعا أصدقائي شو وقت راح يخلص تحديث عيد الفصح، وصرفوا صدق بيضاتكم لأن حسب ما قالولنا بالرسالة أريد صرفوهن لأن راح يخلص التحديث. هو بعد شوفوا يوم كامل وساعتين بس، يعني لازم يلا اصرفوهم، يمكن انا هم راح اصرفهم واشتري بهم اشياء تفيدني. اوكي هسه اصدقائي اريد اروح العب عند الحيوانات لان هي اسرع من الكريزي ران. اريد افتح الحذاء الشوز هنموت اشوفها علي اذا كانت حلوه، وهي طبعا هم حيل حبيتها لان بها لون بنفسجي هواية. لا انا ما ردت حذاء، ما يفيدني. اوكي اوكي دخلنا. هسه اروح على عند الحيوانات لانها هواي اسرع من الكريزيران. اوكي نكبس على هاي الصوره، يلا بعد نكبس ونكبس بلاي. هسه بعد كم ثانيه وندخل، يلا خمسه. واو بعد كم هل اصعد كايش، شوفوا صعدت. اوه دخلنا، يلا خلينا نشوف اول حيوان. هذا الحيوان اللي راح نعده، شوفوا شخصيتي علقت مش عادي اقدر احسب. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. والله قمت ادوخ، اتمنى صح. اوكي يلا 26، خلينا نشوف انا ايش قد. واو 26، حطوا لايك، خليني اذكركم ما اريدكم تنسون، حطوا هواي لايكات في المقطع. اوكي اعطاني فلوس 250 وبطاقة تذكارية 100 بس مقبض، ما اقدر اخليه يكون باكر. اوه عندنا الهورس، الحصان، القبعة كلش كيوت عليه. جو خلونا نحسب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 14 لحد هسه، خلونا نشوف اذا كان صحيح. 14 زين انا ايش قلت صح؟ يس هم زين، بلا خلونا نشوف لمن وصل، وبعدين إذا بعدنا نرجع مرة ثانية للعب. حصلت الحذاء، يس، بس مرتين. الحذاء لونه فتشي، خلينا نروح بلا نجربه على الشخصية. أوكي خل ألبس، واو، الألوان كلش كيوت، أحب اللون البنفسجي. هذا في الحصان خلف الكواليس، بس هاي مو خلف الكواليس، وينها هاي؟ واو شوف الشكل، هل عجبني أصدقائي؟ شو رأيكم؟ إذا عجبكم حطوا هواي لايكات، شوف اللون. يلا أصدقائي هسا وقت أخبار التحديث الجديد. أصدقائي هسا وقت أخبار التحديث الجديد، متحمسين؟ حطوا هواي لايكات يلا قبل ما أبدأ، يلا أنتظركم. هسه أصدقائي أول صورة عندنا مثل ما تشوفون، هذه الصورة صورة كلش حلوة عن التحديث هذا الجديد، مثل ما تشوفون هاي الشكل، الحقيبة على شكل النجمة، والسماعات والملابس الجديدة، وهم السماعات شكلها كلش حلو، والنظارات مثل ما تشوفون هذا اللابس نظارة، يعني والخلفية هم كلها نجوم. أوكي واللي بعده شوفوا هسه هاي الملابس
مع الشخصية هاي البنية مو مال، يعني اعتقد انا محصلتها مال كريسمس، بس اعتقد جديدة ما ادري، نشوف يعني من يجي التحديث، وانا حيل متحمسة للتحديث. وشوف الخلفية، هم الخلفية كلها نجوم. ها صدق اصدقائي، بعد ما شفت هاي النجوم اتذكرت رمضان، يعني تناسب اجواء رمضان هواي. رمضان المبارك، بعد كم يوم يجي رمضان، حيل متحمسة. اوكي اصدقائي، مثل ما تشوفون هسه التحديث الجديد ان شاء الله كلش حلو. اصدقائي راح اقول لكم الاسم، اسم التحديث الجديد اكس دي ستار، هذا اللي قالونا بالرساله مالتهم، ما ادري اذا كان صح، بس اكيد صح لان هو قالوا بالرساله. اريد اني هسه اروح اصرف البيض، عندي 1500 راح يكفيني انه انا اشتري كم شغله. اريد اشتري هذه الكراسي مال المطبخ لان اشتريت بس وحده، فاريد اشتري بعد 3 بقالي، يعني بدي اصير 4. او مو هذا، مو هذا. اوكي هذا المكان مثل ما تشوفون، هاي القائمة، وين هي القائمة؟ واو صعدت فوقها. اوكي يلا خلونا نشوف. او هي هاي اللي كنت اريدها بالضبط، راح اشتري واحدة منها، بعد خلينا نشوف شنو وبعدين نرجع لها. واو هذه مبينة حلوة، خلوني اشتريها، يمكن ما مشتريتها اني. يلا اوفن، انا مشتريها. يمكن ايه، يمكن ايه. يلا اريد هاي اشتريها، اشتريتها. يمكن قاعد اشتري اشياء صارت عندي مكررة، بس عادي مو مشكلة. الكرسي صح 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 نسيتها، هذا اسمه كرسي. هذا الكرسي، يلا بسرعة كوني كفيني، بعد لي وحدة اذا هاي. يلا دوس. اوكي بعد ايش كم مرة اقدر اشتري؟ اوه بس مرة واحدة، خلونا نشوف شو راح اشتري. اوكي لحد هسه ماكو شيء، خلينا نشوف مال الحيوانات الاليفة شنو اكو. لا شو اشتري؟ حاشتري هاي بس. لا هاي ب300 بس انا بقلل 50. يلا عادي مو مشكلة، حتى لو اجمع خلف الكواليس واشتريها اذا ردت. اوكي اصدقائي هسه اروح البيت. هسه اصدقائي صح، يعني عن التحديث الجديد اخبار قليلة، بس هو هذا اللي وصلني انا بالرسالة مال بيكا اكزي. فاصدقائي هسه اريد اشوف هذا البيت شو لفتني، واني اشرح لكم. الالوان كلش حلوة، شوفوا خلنا نطوف ونشوف. اعتقد محصلة البيت من الكودات. دخلت اصدقائي، وات الالوان مو كلش حلوة، ما احب لها سهم، فعادي يعني البيت طبيعي. واو كلش حلوة الفكرة اللي مخليتها هاي، وهاي مال وحدة من الباكورات، صدق بيت الاكس مارا بيتكم اياه. يلا بالفيديو القادم اذا هاي، لان الفيديو صار شوي طويل. يلا مثل ما تشوفون هاي الشكل. ها طبعا انا سويت طريقة حلوة ونسيت اراويكم اياها بالبيت، الهلو كيتي شكل يعني مال التلفزيونات، تخلوها كلش اسطورية. تعالوا شوفوها واردكم تحطون هواي لايكات من تشوفوها. حال حبيت الطريقة، يعني من خيالي سويتها. اوكي بيت الهلو كيتي اريد اراويكم الشيء اللي سويته كلش حلو. دخلنا يا اصدقائي، خلونا نصعد فوق. يلا متستعدين؟ شوفوا شلون سويتها، ترارارا شوفوا شلون سويت هذا الشكل. هذا بالباركورات، بس سويتها مو باركورات، سويتها اشياء عن التلفزيون وهاي، فصار كلش الشكل حيل عجبني وخليته هنا. هاي الكراسي على مود يقعدون يشوفون، شوفوا هيجي، وخليت لي فوق هاي الاضوية مال عيد الكريسماس، اقصد يا عيد الكريسماس تحديث الكريسماس. يلا اصدقائي وصلنا لنهاية الحلقة، اريد منكم طلب صغير انكم تشتركون بالقناة وتفعلون الجرس على مود تشوفون كل الانشرة، يعني عن التحديثات الجديدة واشياء هواي عن التحديثات جديدة تجون بسرعة، وتعلقون بسرعة وتحطون هواي لايكات بسرعة، فضغطوا على زر الاشعارات على مود يجيكم كل شيء اول باول من قناة العاب نونو حموشي. فاصدقائي لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة اذا كنتم ما مشتركين، وباي باي.